هنالك فعل بشري حصل، تغير مسار الدين الإسلامي. ولكنه طبعا الإسلام بالتأكيد الإنسان الآن والناس بدأت تعيد قراءة السيرة النبوية. السيرة النبوية التي كتبت في زمن الأمويين أخوان، حتى تشوفون شقد أكو لغط وعدم فهم في السيرة النبوية. تصور السيرة النبوية بها أنه رسول أمر بأن ينفذ جيش أسامة بن زيد. أسامة بن زيد مصادر إسلامية قديمة وحديثة تقول بأن جيش أسامة بن زيد راح ورسول توفى. زين إذا راح ليش صارت سقيفة بني ساعدة؟ مو الجيش بفلان وفلان 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 هم اللي كان رسول مصر أن تكونوا أنتم في جيش أسامة، لا تجون، روحوا. من يجي واحد من المعسكر شكو جاي؟ روح واسألوا عنك، لا اذهب. زين إذا كان الجيش تحرك ليش صارت سقيفة بني ساعدة في صباح يوم وفاة الرسول؟ لاحظون مصادر تقول لا الجيش مو فقط تحرك، لا وصل إلى اختخوم الروم وبقى فترة لقى الجيش الرومي منسحب. مصادر مصادر تقول لا ذهب وانتظر وقت وأشهر وبعد ذلك رجع. زين شلون العاد صارت سقيفة بني ساعدة وصارت حروب ردة وغيرها؟ مصادر تقول لا الجيش معسكر بمجرد سماعهم بوفاة الرسول يعني انفرط عقده. مصادر تقول لا هو أساسا الرسول عندما كان على الفراش كان الصحابة يجون قاعدين مكة بالمدينة شو وقت يعني الرسول منتظرين، وذلك صارت رزية الخميس اللي أراد قالوا أتوني بدواء وقرطاس أكتب لكم، قالوا لها ان الرسول يهجر، الرسول يهدي، تصور الرسول يهدي هذا اللي نزل عليه القران يقول له اهدي. زين شلون صارت هذا؟ يقول اخرجوا تتلاومون امامي يعني طلعهم. زين دول مو كانوا بجيش اسامه؟ تصوروا بقضيه واحده توجد اربعه اراء، اذا قد اكو لعب بالتاريخ الاسلامي. ولهذا انا منذ سنوات انا منكب على تصحيح هذه القضيه. أنا مو أنا الفرد من آلاف الناس المثقفين والمؤرخين يعني. الآن أخوان السيرة النبوية والإسلام كتب في زمن الأمويين لأسباب قتل ذبح اللي يحكي ينذبح اللي قتلوا ولد الرسول قاتلوا الإمام علي خلفاء قتلوا يعني صارت أشياء كثيرة. الأمويين كانوا يريدون يسيطرون على السلطة بكل طريقة، سووا تعتيم تام في الشام بحيث أهل الشام من جاهم خبر وفاة علي بن طالب يقولون ليش علي بن طالب الزنديق الكافر يصلي؟ تصوروا. إذا أكو دين جديد يتكون، أكو معلومات جديدة، إذا أكو سيرة نبوية أخرى غير سيرة رادوا يكتبها أحد يعني تصور هو أقدم اثنين طبعا هو ابن عثمان آبان ابن عثمان ابن الزبير عفوا ابن الزبير توفى 95 هجرية وآبان توفى 104 هجرية يعني إذا ما تخوني الذاكرة بسنة يعني ذولا كانوا في زمن الأمويين